السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله رب العالمين مع ميزة جديدة وميزة مهمة جدا جدا جدا. الميزة ديت هتنفعك ان شاء الله رب العالمين في اللي انت تنشر قناتك بصورة كبيرة وفي نطاق واسع جدا جدا على مستوى العالم، بالتالي قناتك هتكبر بسرعة، قناتك هتكبر بسرعة، هتزود مشتركينك، هتزود مشاهداتك، هتضاعف لك مشتركينك، هتضاعف لك مشاهداتك. ميزة جديدة في إعدادات تحميل الفيديو في استوديو يوتيوب، بس في هي نزلت في التحديثات، في ناس كتير تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. يلا بينا نروح نعرف في استوديو يوتيوب ايه هي الميزة ونشرحها واحدة واحدة، وركزوا معايا وشاهد وكمل الفيديو للآخر عشان الناس بتروح على 20 30 ثانية دقيقة أولانية وبتسيب الفيديو بحجة اللي هي شاهدت الفيديوهات وخلاص، ولكن انت عايز تكبر شاهد معايا الفيديو للآخر. يلا بينا نروح على الاستوديو مع بعض، اتفضلوا. هنروح مع بعض حبايبي ونرجع مع بعض نستكمل الموضوع بتاعنا اللي هي الميزة الجديدة والمهمة في إعدادات تحميل الفيديو اللي هتساعدك في زيادة المشاهدات المشتركين. الميزة دي لو انت استخدمتها صح هتضاعف المشتركين وتضاعف المشاهدات، ونكمل مع بعض وكملوا الفيديو معايا للنهاية عشان تستفادوا. احنا بنفتح كروم زي ما حضراتكم عارفين، هنا في البحث بنكتب تسجيل دخول يوتيوب اللي ما يعرفش حاجة خالص. بعد تسجيل دخول يوتيوب بتختار اول اختيار اللي هو يوتيوب، وبيفتح معاك الصفحة اللي احنا هنشوفها. عندك الصفحة بالشكل ده، بتضغط على العلامة الحمراء بتاعت اليوتيوب كده هوت، تمام، وبتيجي على الشمال فوق في ثلاث نقاط بتعمل العرض بإصدار سطح المكتب أو الموقع الإلكتروني. بتنزل تحت بتضغط على الموقع الإلكتروني. ضغطنا على الموقع الإلكتروني عشان يخلي لنا الصفحة بتاعتنا كأنك شغال على كمبيوتر بالظبط. بتيجي على تحت الثلاث نقاط في القناة، رمز القناة بتاعتك، رمز القناة، شوف القناة اللي انت هتشتغل عليها ايه. انا هنشتغل على القناة بتاعتي عادي خالص. بنضغط على قناتك بيفتح لي الصفحة بالشكل ده هوت. عندك تخصيص القناة وإدارة الفيديوهات، بتضغط على تخصيص القناة. ضغطنا على تخصيص القناة يدخلنا للصفحة بتاعتنا للقناة بتاعتنا. ضغطنا على القناة بتاعتنا بالشكل ده هوت. أما نضغط على القناة بتاعتنا وعندنا القائمة الكبيرة اللي هي على اليمين اللي هتظهر معانا، اللي هي بيانات القناة والإحصاءات والفيديوهات وتنسيق القناة والترجمة وحقوق الطبع والنشر وكل الكلام ده هوت على ايدك اليمين في القائمة اللي على ايدك اليمين بالشكل اللي انتوا شايفينها دهيت. انا اللي يهمني في الموضوع ده كله اللي انا وصلت الاستوديو يوتيوب اللي انا هنشتغل ونعرف ندخل من خلاله عشان نوصل للميزة اللي احنا قلنا عليها دهيت. اول حاجه احنا بنعمل ايه؟ بنيجي في ريح صوره القناه كده اهوت، هنكبر لكم في ريح صوره القناه، في ريح فيها علامه الفيديو اللي هي انشاء، بتضغط عليها بيديك ثلاث اختيارات، بتختار اول اختيار اللي هو تحميل فيديو. هنحمل الفيديو مع بعض، هيجيب لي بيقول لي اهوت اختيار من الملفات، بتضغط على اختيار الملفات هيجيب لك الملفات اللي عندك جوه، بيقول لك هتختار من الملفات ولا من التقاط صورة ولا من فيديو. طبعا انا هختار اللون الازرق من الملفات، تمام. هيفتح لي الملفات بتاعتي كلها والفيديوهات اللي لسه انا منزلها، فانا هنختار الفيديو اللي انا عملته دلوقتي، مثلا اختار فيديو صغير. هنختار مع بعض الفيديو ده هوت وليكن الفيديو ده، وبعدين نعمل اختيار فوق في الريق على الشمال اهوت فوق، هنختار الفيديو ده ونعمل اختيار كده. احنا اخترنا الفيديو، هنستنى بقى لحد الفيديو، هنستنى مع بعض. هنكتب بقى زي ما احنا عارفين عناصر الفيديو، احنا عارفين عناصر الفيديو، بتختار العنوان، بتكتب العنوان بتاعك. انا مثلا هنكتب العنوان بتاعي ونرجع لكم ونكتب الوصف والكلام ده هوت. وكتبنا العنوان وكتبنا الوصف
وبعدين بننزل زي ما احنا عارفين كل الكلام ده. احنا لو الصورة دي المصغرة، وبعد كده بتختار تبع ايه في القائمة، قائمة شرح اليوتيوب ولا قائمة ايه. طبعا كل الكلام ده احنا عارفينه تمام. والفيديو مخصص، لا الفيديو ليس مخصص للاطفال. كل الحاجات دي عناصر الفيديو، اللي هي اول حاجة اللي هي التفاصيل بتاعة الفيديو، دي تفاصيل الفيديو اللي احنا عارفينها. كل ده احنا لسه ما وصلناش للميزة بتاعتنا، الفيديو لسه بيحمل، لسه على 71%. الفيديو لسه على 71 72%. الميزة ديت لن تظهر الا اذا اكتمل الفيديو بقى 100% وحصل التحقق من الفيديو وحصل معالجة الفيديو. طبعا التحكم الفيديو بيشوفوا الفيديو مدى ملائمته للمعلنين عشان الاعلانات، او عليه حقوق طبع او نشر. هو ده التحقق اللي احنا عارفينه، وهنبقى نشرحه ان شاء الله في فيديو عشان نوضحه لكل الاخوة وكل الاخوات. الفيديو هو بيتحمل 78%. انا جبت لكم فيديو صغير، ويفضل الميزة ديت اللي هي تبقى على فيديو صغير عشان تعرف تستفاد بيها وتعمل لك انتشار وتعمل لك رواج وتزود لك المشتركين وتزود لك المشاهدات. الفيديو على 82، انا اروح نحمل الفيديو ونعمل التحقق وبعدين نرجع لحضراتكم مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين الفيديو اتعالج، ودلوقتي جار التحقق اذا كان الفيديو ملائم للمعلنين، لو انت عندك بتنزل اعلانات ولا حاجة، اذا كان الفيديو فيه حقوق تبع ونشر لكل الناس. طبعا اللي هو الجاري، بيقول لك جاري معالجة نسخة الفيديو بدقة HD، دقة عالية، واهو بيتعالج الفيديو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هنطلع فوق دوت وهو بيتعالج، هنوريكم اللي احنا فوق الخط اللي موجود دوت اللي هو فيه التفاصيل. تاني حاجة تحقيق الربح، هنضغط عليها. طبعا ده فيديو قصير، بنضغط في تحقيق الربح احنا نهوت، بنضغط على السهم ده وبنعمل تفعيل عشان الفيديو قصير اقل من 8 دقائق. فالفي هو اليوتيوب اللي بيحط لنا الاعلانات وبنعمل له تم. هو الفيديو قصير فبيقول لي تمام كده، تحقيق الربح متاح. تالت حاجة مدى ملائمة الفيديو اللي احنا بنقول لكم عليها، هل هو مناسب للمعلنين ولا مش مناسب للمعلنين. تمام، الفيديو اللي هو بينزل عليه، احنا بنيجي تحت خالص كده، ودي الميزة الجديدة انا هنعملها لكم برضو، هنعمل لكم فيديو عليها ان شاء الله. هننزل اللي هي مدى ملائمة الفيديو للمعلنين، بنعمل له لا شيء مما سبق. تمام، بنعمل له لا شيء، وبنعمل ارسال ان هو باللون الازرق. دي تالت حاجة في العناصر بتاعة الفيديو فوق اهوت. تمام، ده مدى ملائمة الفيديو. الرابع حاجة بقى اللي هي عناصر الفيديو، عناصر الفيديو، وديت اللي احنا هنضغط عليها عناصر الفيديو، ودي بقى اللي احنا تهمنا، وهي دي الميزة اللي احنا هنوصل لها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. طبعا الفيديو اتحمل وجاري التحقق 10%، جاري التحقق. تمام، بص يا جماعة الخير، الاضافة اللي هي دي اضافة الترجمة اللي هي ميزة جديدة، بص هي باللون الاخضر اهي، هي دي الميزة الجديدة اللي احنا هنتكلم عليها، اضافة ترجمة اثناء تحميل الفيديو بتاعتك. بيقول لك ايه، يمكنك الوصول الى شريحة اكبر من الجمهور من خلال اضافة ترجمة الى الفيديو. طول ما هي باللون الرصاصي ده كده لسه الفيديو بيتعالج والكلام ده، تستنى اما الفيديو يتعالج خالص. بس احنا بنوريكم يعني خطوة بخطوة، بنوري حضراتكم خطوة بخطوة. كلمة اضافة ديت هتتحول تبقى تبقى باللون الازرق. بيقولك يرجى اختيار لغة الفيديو قبل اضافة الترجمة، لغة الفيديو. تمام، احنا طبعا بص يا جماعة، هو كده ايه، حصل التحقق. احنا كنا وصلنا مع بعض حبيبي، قلت لكم لما الفيديو انتهى خالص من التحميل وتعمله عملية تحقق ومدى ملائمته للمعلنين والكلام ده كله، هو عامل كل الكلام ده انا سبته مع نفسه لحد ما عمل. طب انا عندي فيديو عايز اعمل له كده هو نفس الكلام، فيديو متحمل عندك عايز تخش تعمل له الترجمة، اي فيديو قديم اي فيديو جديد مفيش مشكلة.
طب انا عندي الفيديو اهوت وعايز اوصل للكلام ده اهوت. بتنزل تحت خالص، بتفتح طبعا من علامة القلم، بتجيب الفيديو والوصف والكلام ده كله، بتنزل تحت المزيد من الخيارات، المزيد من الخيارات، دوسنا على المزيد من الخيارات، بتنزل اهوت المزيد من الخيارات، وبعدين بننزل اهوت هتلاقي العلامات وهتلاقي اللغة وشهادات الترجمة، اللغة وشهادات الترجمة. طبعا الفيديو بتاعنا لغة عربية، مش هنحول انا من لغة الفيديو من العربي للعربي. انا دلوقتي عاوز احول مثلا، نشوف اكبر شريحة انجلترا، الولايات المتحدة الامريكية، اكتر شعوب العالم بتتكلم اللغة الانجليزية، في بقى الاسبانية، في الفرنسية، زي ما انت عايز تحول الفيديو بتاعك. انا طبعا لغة عربية، الفيديو بتاعي لغته اللغة العربية، عايز احوله للغة الانجليزية. اهو بيقول لي لغة الفيديو اختيار، تمام. انا دلوقتي بضغط على السهم من اهوت كده، بضغط على السهم هيجيب لي اللغات اللي عندي كلها. انا عايز احول الى اللغة الانجليزية. مثلا بيقول لك الانجليزية الولايات المتحدة الامريكية، تمام كده اهوت. كده انا اخترت اللغة بتاعتي، اخترت اللغة بتاعتي، نصغر وقت عشان بس ما ايه، اخترت اللغة، تمام. وهنا بيقول لي لغة العنوان والوصف، برضو اختيار، عايز تخلي لغة العنوان والوصف برضو بتختار، يا اما تخليها اللغة العربية معايا، يا اللغة مثلا انجليزية. برضو لو عايز تحول من اللغة العربية للغة الانجليزية بتحولها، بتختار برضو اللغة الإنجليزية الولايات المتحدة الأمريكية، تمام كده هوت. ويقول شهادات الترجمة والكلام ده اهو، لم يتم بث هذا المحتوى على التلفزيون والكلام اللي انتوا عارفينه ده هوت، تمام. الترخيص والتوزيع الكلام ده كله ما بيهمنيش فيه شيء. طبعا وصلنا حضراتكم زي ما قلنا، بنيجي في عمليات التحقق هنا، عناصر الفيديو وبعد كده إضافة الترجمة. في عمليات التحقق يا جماعة الخير، إضافة الترجمة تلاقيها ميزة جديدة، وطول ما هي مش باللون الأزرق بتبقى باللون الرصاصي، يبقى لسه لما الفيديو يحمل بتفضل هي باللون الرصاصي، وبنستنى احنا لحد ما تتحول الاضافه ديت باللون الازرق. هنيجي على كلمه اضافه، هنضغط عليها، ضغطنا على كلمه اضافه، تمام، هيجي لي الصفحه بالشكل ده هوت. بيجي لي بقى انا هوت، انا عايز احط الترجمه بتاعتي، هنوريكم ازاي. نكبر اهوت شويه عشان نوري حضراتكم. انا اخترت اللغه طبعا الانجليزيه اللي هي الولايات المتحده. بيقول لي هنا اختيار كيفيه اضافه الترجمه، بيديك ثلاث اختيارات، بيديك ثلاث اختيارات، يا اما تحميل ملف، تكون انت في ملف عندك على الكمبيوتر او اللاب او كده محضره ومجهزه ومترجمه، او تعمل مزامنه تلقائيه، يعني مثلا انجليزي انجليزي، لو انت من انجليزي لانجليزي يبقى هو انت راجل فت في الانجليزي والكلام ده، فبتعمل مزامنه تلقائيه على طول لانك اللغه بتاعتك انجليزيه، فبتكتب على طول انت انجليش، وهو بيتعمل له مزامنه تلقائيه. تالت حاجه الكتابه يدويا، وهي دي الحاجه اللي احنا بتهمنا، الكتابه يدويا. احنا هنضغط على الكتابه يدويا، لما نضغط على الكتابه بيقول لي هنا هو اختيار يتضمن معلومات التوقيت، وهنا لا يتضمن معلومات التوقيت، هنا متابعة، تمام. طبعا الملف مفيش ملفات، احنا هنختار الكتابة يدويا. لما اخترت الكتابة يدويا هيطلع لي مستطيل بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه دوت. انا مش عايز اطول عليكم، بس هو الميزة ديت مفيدة جدا 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 لينا لو احنا استعملناها صح. طيب احنا دلوقتي فتح لنا المستطيل بالشكل دهوت، وعلى جانب المستطيل بيديك المدد الزمنية، يعني هو في الاول هو تعطيك نموذج هنا تكتب، تمام، واعطيك نموذج تاني اهوت نفس الكلام، فكاتب لك فوق التعديل كنص،
صفر من صفر لواحد وثمانية وعشرين، وهنا من واحد وثمانية وعشرين إلى ثلاثة وثمانية وعشرين على حسب المدة الزمنية اللي أنت عايز تحط فيها الترجمة بتاعتك. فأنا طبعا لما بنسحب كده أهوت، بنسحب زي ما كنا بنعمل الأرباح والكلام ده والإعلانات، وبنشوف المدة الزمنية. يعني مثلا هنا من صفر لأربعتاشر، السهم واقف هنا على صفر وأربعتاشر، لو أهو كده أهوت عشان أنا بس إيه بوريكم، بتسحب السهم لحد الآخر كده وتشوف مثلا عايز تحطها هنا أهوت، وتكتب الترجمة بتاعتك يدويا، وهنشوف مع بعض نكتب ونرجع لحضراتكم تاني. ونرجع تاني، أنا كتبت كده حضراتكم أهوت في أول مستطيل، قلت لهم أهلا بكم في قناتي، ويلكم تو تشانل، تمام كده انا كتبت اهوت، وعملتها في الدقيقه من 0 ل 14. انت عايز تحطها مثلا في الدقيقه، مثلا في اول ثواني لحد 8 ثواني، عايز تحطها في اول دقيقه، عايز تحطها في النص، الكلام اللي انت هتكتبه عشان تروج للقناه بتاعتك باللغه الانجليزيه خلال الفيديو بتاعك، تمام كده. طب تعال نشوف كده احنا وحصل ايه. المستطيل الثاني كتبت فيه قناتي بتشرح كل ما لديه قناة على اليوتيوب، بتشرح كل ما يهم اللي عنده قناة على اليوتيوب، وأدركتها أنا في من الثانية 22 للثانية للدقيقة، ده حسب بقى عايز تغير التوقيت أنت براحتك، ممكن تغير التوقيت تخليه مثلا في أول ثواني على حسب. بتسحب أهو، بص يا جماعة الخير اللي أنا كتبته أهوت اتسجل هنا أهو، اتسجل هنا أهو. اللي انا كتبته اهوت اتسجل لحضراتكم ان اهوت اهو ماي شانل، بتدرجه انت يدويا، وبعد ما بتدرج يدويا اهو شوف انا كده عايز تجيبه اهوت شويه تلزقه في دهات على طول اهو اهو، الاولانيه خالص اللي احنا كنا عاملينها اهوت، تمام اهو كنا عاملين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهوت، وزي ما انتم شايفين يا حبايبي ازيكم عاملين ايه، انا اهوت بندرج زي ما انا بندرجها مع الفيديو زي ما انتم شايفين كده يدويا اهو، زي الاعلانات بالظبط، زي الاعلانات بالظبط. ووضحت لحضراتكم اللي انا كتبته اهوت في الثانيه، هنكتب مثلا عندكم من الثانيه مثلا اهو، زي ما وضحت لكم بالظبط اهو اهو. الفيديو مثلا يفضل اللي هو يكون قصير وتشغله هتلاقيه ماشي، انا عايز بس اوريها لكم اهو، ادي انا ادركت كتبت الكلام يدوي وبنشغل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا جماعه زي ماشي الشريط اهوت ماشي مع الفيديو، فلما يكون ماشي الشريط ده اهوت هيترجم للناس اللي بره، في انجلترا، في امريكا، في كل اي بلد من بلاد العالم بتتكلم اللغه الانجليزيه، فهيتنقل ليهم الكلام ده هوت، فهيعرفوا قناتي ايه، هيشتركوا عندها، هيحبوا اللي هم يشتركوا عندها. طبعا انت ممكن بقى عندك لغه حلوه، ممكن تترجم من اللغه العربيه للغه الانجليزيه باسلوب حلو، وتعمل مستطيل مره اضافه اولى واضافه تانية واضافه ثالثه اهوت، عندك اضافات تضيف كمان، ممكن تضيف كمان مره هيت مستطيل ثالث وتضيف فيها كلام كمان وتدرجه مع الفيديو، الفيديو مثلا يكون دقيقتين يكون ثلاثة، وتدرج فيه مرة اتنين ثلاثة كده وتلزقهم مع بعض زي الإعلانات زي ما وضحت لحضراتكم ماشي، وتشغله مع الفيديو، هتلاقي نفسك القناة بتاعتك انتشرت بشكل كبير. بعد ما تخلص زي الإعلانات بالظبط بتيجي على المستطيل الأزرق اللي فوق ده، المربع الأزرق دهوت، بتضغط عليه بتعمل نشر، وكده أنا نشرت ايه الفيديو بتاعي وترجمته اهوت، حتى اهوت انا اهو شوف الانجليزيه الولايات المتحده مساهمه منك اهو زي ما حضراتكم شايفين، عايز تغير اللغه وتعدل للغه تانية للفرنسيه براحتك، عايز على حسب ما انت عايز. إيه الكلام ده هو هيفيدك في الفيديوهات اللي انت عاملها قبل كده والفيديوهات اللي لسه بتعملها جديد، ممكن تعمل الميزه ديت معاك على طول، الميزه ديت استغلتها صح هتنشر قناتك بصوره كبيره وهتترفع قناتك بصوره كبيره، واليوتيوب بيساعدك في كده. يا ريت اللي انتم تكونوا وصلتم معايا بالشرح ده هوت ما يكونش فيه
صعوبة، وإن شاء الله واحدة واحدة إن شاء الله هتتعلمهم وهتوصل باللي أنت عايزه إن شاء الله رب العالمين. أتمنى تكونوا استفدتم. كان معاكم أخوكم أبو زياد من قناة شاهد وافهم وتعلم مع أبو زياد. شكرا لحضراتكم، وما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس، ولو في أي حاجة في التعليقات اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم وقولوا لنا اللي انتوا عايزينه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.